رواتب المسؤولين في هذه المجموعات من أكبر رتبة، أو لن نقول رتبة، أكبر الأقدمية ورتب نعم أو رواتب ومرتبات الأشخاص العناصر الموجودين في هذه نعم المجموعات كم تبلغ تقريبا؟ يعني الآن بعض العناصر طبعا يقاتلون أحيانا 700 دولار 500 دولار يعني شهريا. شهريا، نعم شهريا. أما بالنسبة يعني القيادات اللي بالصف الأول، طبعا ممكن هؤلاء مثلا يتخطى يعني راتبهم مثلا 1500 دولار 1000 دولار، يعني بالحدود هيك، بهذه الحدود يعني. وأيضا قائد المجموعة طبعا هذا هو الذي طبعا لا أحد يحدد له يعني راتب، إنما هناك يعني ضمن هذه المجموعة رواتب لا تحكمها الرتب العسكرية فقط. وكنسبة من التعفيش أو من الممتلكات التي سيحصل عليها. للأسف الشديد الآن أحيانا عندما يتم مثلا الدعاية لمجموعات مراكز التطويع يكتبون في النهاية هناك يعني ميزات وحوافز تغني عن الراتب. نعم دكتور، نحن نتحدث عن أرقام كبيرة جدا بأعداد هؤلاء المنتمين لهؤلاء التنظيمات، من أين يأتون بهم؟ طبعا هؤلاء يأتون بهم من يعني ربما من السجون، وربما من يعني من المناطق التي تشهد فوضى، في المناطق التي تشهد فوضى. الآن مثلا للأسف الشديد يعني لنأخذ مثال يعني بكل صراحة، يعني مثلا الدولة التي لا تحصن مواطنيها، الدولة التي لا تحصن مواطنيها وتقوم بزج مواطنيها في أتون حرب لا ليس لهم فيها لا ناقة ولا جمل. يعني مثلا الآن عندما يقومون بالسماح لعناصر مثلا من يعني من أبناء مثلا سوريا، يعني المنتمين مثلا للجان الدفاع الوطني أو لمسميات مختلفة، ومن فرقة مهام خاصة بالذهاب إلى أوكرانيا، هؤلاء طبعا يزجون بأبناء وطنهم في هذه المعارك. طبعا يجب أن يكون هناك شيء اسمه تحصين لأبناء الوطن. للأسف الشديد الآن في أشياء طبعا يندى لها الجبين. قيادة بلد، حكومة بلد غير قادرة على إعطاء أمر بعدم ذهاب أي شخص إلى الجبهات القتال في أوكرانيا. هل يمكن الانضمام لهذه المجموعات بشكل تقديم طلب أو تطوعي، أو يتم اختيارهم بحسب معايير معينة؟ طبعا يعني الجهتين الآن قبل للأسف الشديد روسيا كانت قد فتحت معسكرات لتدريب عناصر قبل أن تبدأ المعركة. وروسيا ماذا فعلت عندما دخلت إلى سوريا؟ قامت ب يعني تدريب أذرع لها. هذه الأذرع طبعا يعني كانت تجهزها من أجل أن تكون ذراع ضارب لها. يعني مثلا الآن أيضا إيران. نعم. إيران ماذا كيف جاءت بالمرتزقة الفاطميون والزينبيون والنجبة وغير ذلك والحشد؟ إيران لديها يعني مرتزق أفغان وعدتهم طبعا لتزج فيهم في المعارك، طبعا هناك يعني شيء تحضيري قبل أن يدخلوا إلى المعارك، وعدتهم بأنهم سيذهبون إلى سوريا، سيأخذون جنسية في سوريا، سيأخذون بيوت، سيأخذون ميزات كما هو المواطن السوري، وعلى أساس أنهم حماية المراقد المقدسة مثلا. بهذه الطريقة يتم جلب هؤلاء، استدراج هؤلاء. من ثم الآن يعني أنت تنظر كيف يأتي الإنساب المرتزق. طبعا العنصر اللبناني، هذا أحكيه وعلى الملأ اللي يسمعنا الجميع، العنصر اللبناني الذي تم تطويعه في حزب الله من خارج الدولة، العنصر عندما يتطوع يجب أن يتطوع في جيش الدولة، أليس كذلك؟ نعم. في جيش الدولة منذ البداية إيران لها مخطط كبير، يعني هذا مثال كيف يأتي بالمرتزق. جاءت الآن أصبح في هناك ناس مواطنين في لبنان لا يدخلون الجيش اللبناني، إنما يدخلون إلى أين؟ إلى حزب الله، يقاتلون في الجناح العسكري لحزب الله. أين هم الآن؟ هم الآن مرتزقة في سوريا، في القصير، في درعا، في الغوطة، في عزان، في كل مناطق حلب والدير والبادية وغير ذلك. هؤلاء طبعا لماذا؟ لضعف الحكومات. لو كانت هناك حكومة مثلا قوية
تمنع أن يكون هناك مرتزقة ضمن الدولة. نعم. والآن تفعل الحكومة السورية أيضا نفس الموضوع. الحكومة السورية الآن عجز على إصدار أمر بمنع التطوع في الميليشيات التي تذهب. نعم. للدفاع.